سابقا في زين البيار راح ترجعي لنا ان شاء الله مرحبا ونهار كبير هاد على جيراننا تا بسخوت الوالدي سخط بالحق وليت كنحشم نقول لك با اش هنا غادي ما نبغيكش تعدى في عرضي انا اللي غادي ناكلها اختي كتقولي با يا لا امي اشنو با اشنو 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 اللي صفي هاد اليد غادي نخرج فيك وفي مسالك اش غدير من بعد هادشي بيقنبه وغتربطها كيف ربطو سفيان هادي دارك وليدي وحنا ديالك كان داري جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس وش حاسس ربتي منا بنسك ما شفت كيف فهمت زمول كلام قلال بحق سفيان صدق راجل ومن صلب راجل غير سمع بلي الشيخ وزنو مازلو على البلاد بحال ورثوها على جدودهم وهو يبان معلوم يبان ماشي راه ولد دريس وولاد دريس طرا بهاد البلاد مخلط ليهم مع الدم جمعنا با تحت جناحه بحال فاش كنا صغار فكرني فاش كان كيحاجي لينا على هينا وحديد الحرامي والغاليه بنت منصور الساكنه سبع بحور داك النهار ما جمعناش المحاجة بصوته الحنين طلب منا نثيقو فيه يعني كان فيها شي حاجة جديدة داك النهار شي حاجة كتشبه الضو شي حاجة كتقول باللي با لقى الحل با اللي كان درويش عمرو ما هز الراس ولا على راس الرجال هذا هو دريس الحقيقي دريس الهمة والشان ولات كلمته مسموعة ما بين الرجال العربي نعم سيدي ودع قادر نعم سيدي موحى ايه نحتاج للشهادة ديالكم ايه مرحبا يلا معايا بسم الله ولدي المامون تتاخد تمشي معنا ان شاء الله سي دريس انا غير عفين مامون ضر والديك يلا معنا يلا سيدي توكلنا على الله بسم الله شيخ انا بعت وانا شريت شريت 50% ديال سفيان ولكن باقى 50% ديالي حط اللازم ودي لي ليك ياك بغيتي الارض وصمت لي دابا اش غنقول لك ولدي سفيان الى حضر الماء تترفع التيمم الهضره بين الكبار انا كبير بولادي الى هضرت إلي ولا هضر سفيان بحال هضرت انا ايوا خليونا من التلاجيج ديال الهضره اشنو المطلوب ارضك ورق الكريديات اللي داير على الناس ديال الدوار والله يربح اشنو زعما ياك ما بغيتونا حتى حنا رهينا داكشي اللي قالت اختي هو اللي كاين ما كاين حتى حاجه موراه سيد الله يربح سيدنا العدول ديروا خدمتكم سيد الشيخ بسم الله سنينا يا بسم الله سيد دريس بسم الله سنينا إلي سيني يا بنتي Thank you.
وراق ديال الكريديات. مطلبتي غير الموجود. أرزنو. لا شيخ. هاري هي الأرقام. سالات داكشي باش كان دالكم الشيخ هو التقاضى راه كلشي تخلص ليه الكريدي ديالو والدين ديالكم ما باقي عندكم حتى حاجه انا بعت الارض وبعت البترول ديالي باش تاخذوا انتم حقكم وها هو الحق ديالكم وكل واحد غادي ياخذ الوثيقه ديالو بان الشيخ ما كيتسالكم حتى حاجه ولد عيسى هكا ولدي ولد فطومة هكا ولدي ولد شي اسماعيل محا سيادنا ما بقى ما يتخبى كل شيء ظهر وبان فخبركم باللي هذيك البهيمة المسمومة أنا مولاه وفي علمكم عظام الراقد اللي خرج من القبر أنا مولاه قفرتوها سقتوا بالمشدوبة ويا رجال تخلعتوا رهوناتكم زنوبة مرت سيدكم الشيخ اللي خدمت المجدوبة عندي البير بيرنا والقبيلة صليوا عليها صلاة الجنازة ايه احنا من بكري كنا باغين نبيعوا الارض ديالنا قبل ما يطلع هذا البترول بالبير ولكن تأسي الطبيب السحمد انت اللي ملبط ليا السي ادريس قلتي ليه باللي انت هربان قلتي ليه باللي ضاربين عليك في الليسته ديال الاطباء لا هنا ولا لهي قلتي ليه على العمليات الجراحيه اللي تمتي فيها اربعه الوليدات على امهم وقتلتيها في العمليه اي بالحق لا تلومو شاي سفيان سفيان ماشي الخاطر الله يجعل البركة في زنوبة اللي شعودات وكالت ليه المجاج حتى سنينة لي سنينة لي على حقه سمعوا لودنيكم
المخير فيكم بشلاغمو ما يسويش طراب اللي كيمشي عليه سيد الشيخ. هنا ناويين تعملوا مع ناس اخرين، ناس الشان والمرشان، الناس الكبار، حيت هاد القبيله غادي نديروها محطه ديال البترول. سيد الشيخ ديرنا كيعيننا. نمشي شوكوكو دير الطريق قرم. كنت عارفه بلي هما ومن النهار الاول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ما عمرني كنت كنصحى بغي يجي النهار اللي غتولي فيه الناس تباها بالشر. ما عمرني كنت كنصحى بغي يجي النهار اللي هاد الشر غنشوفو في والديا. ما خلاوش الوجه اللي نشوف فيكم. كنطلب منكم مسامحة. سامحوني يا جماعة. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس. وش حال فرحتي للناس بسك ما شفت كيف وبس. جبار يا درهم وارحمنا يا رحمن. جبار يا I'm